أهلاً ومرحباً بكم في مراجعات سوق دوت كوم. هذه مراجعة المقلاة الكهربائية ساتشي 3.2 لتر. هذا الاختراع الثوري بطريقته، مقلاة ساتشي الكهربائية، تجعل الطبخ أكثر متعة، كما تساعدك على تحضير طعام صحي جميل لذوقك ولجسمك، كما يدعك تطبخ الطعام بالزيت أو بدونه. كل ما عليك فعله هو فتح غطاء المقلاة ووضع الطعام فيها. قم بضبط الحرارة وتحديد الوقت، وفجأة خلال دقائق سيكون طعامك المفضل جاهزاً. مقلاة ساتشي الكهربائية متوفرة على سوق دوت كوم، وتأتي مزودة بالخصائص التالية: تقنية الهواء السريع. مقلاة ساتشي تأتي مزودة بتقنية الهواء السريع التي تمكنك من قلي أو خبز أو شوي أغلب أنواع الطعام، مع التخلص من نسبة الدهون باستخدام زيت قليل أو بدون استخدام زيت على الإطلاق. إنها مدخلك لأسلوب حياة صحي. وعاء قلي قابل للنزع. هذه المقلاة تأتي بوعاء خاص للقلي قابل للنزع، وسعته 3.2 لتر، مما يمكنك من إعداد كميات كبيرة من الطعام في كل مرة استخدام. وبما أن وعاء القلي قابل للنزع، فيمكنك فصله لتنظيفه ومسحه بكل سهولة. توفير الطاقة. مقلاة ساتشي تقوم بعملها أسرع بنسبة 50%، مما يمكنها من إنهاء القلي بأقل استهلاك ممكن للكهرباء. مميزات تمنحك تجربة طبخ مريحة. تأتي مقلاة ساتشي مزودة بمؤقت يمكنك من تحديد وقت القلي حتى 30 دقيقة، كما أنه يقوم أوتوماتيكياً بإيقاف التشغيل فور انتهاء الوقت المحدد له، حتى لا تضطر أنت إلى إيقاف المقلاة كلما انتهى تجهيز طعامك. وحيث أن كل وجبة تحتاج لدرجة حرارة مختلفة لطبخها، فقد تم تصميم هذه المقلاة بمستويات مختلفة من درجة الحرارة تصل إلى 200 درجة. المقبض المدمج مع هذه المقلاة يجعل من التحكم بها ومسكها أمراً مريحاً وسهلاً للغاية. لمعرفة المزيد عن مقلاة ساتشي الكهربائية أو شرائها، يرجى زيارة سوق دوت كوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق الهاتف للحصول على عروض حصرية يومياً. شكراً للمشاهدة.